السلام عليكم، تحية طيبة لكل متابعين القناة. بهاي الحلقة راح أبين ديون الدولة، نسميها بالاقتصاد أو بالإدارة المالية الدين القومي. يعني الدولة من تداين فلوس، تداين فلوس يا أما الدين داخلي تداين من المواطنين، وراح أبين الآلية شلون، أو تداين من البنك المركزي الخاص بهذه الدولة نفسها، أو دين خارجي من البنك الدولي، يعني تداين بالدولار. راح أبين كل هذه التفاصيل بحلقة اليوم وكل الأمور الاقتصادية، وأبين بأنه الدين من الدولة تداين هذا أمر إيجابي أو سلبي. تابع الحلقة للنهاية، بها معلومات اقتصادية ومعلومات وفق الإدارة المالية جدا مهمة، وهذه الحلقات جدا مهمة خاصة إلى رؤساء الدول المتنامية اقتصاديا المتعثرين في إدارة دولهم من الناحية الاقتصادية ومن ناحية الإدارة المالية، ما يعرفون شنو يسوون حتى يخلون هذه الدول هي مقاربة إلى الدول المتقدمة أو المتطورة اقتصاديا. تابع الحلقة للأخير. السلام عليكم، شلونكم؟ Let's welcome to Dr. Knowledge Sharing Hisham Ahashmi. Let's join this wonderful journey together. مرحبا بكم مرة ثانية. أهم شيء تكون جايب الشاي ماتك أو القهوة ماتك حتى تركز وياي من أنطيك هذه المعلومات. اشتريت. أكو دراسات صارت لمدة 25 سنة من قبل صندوق النقد الدولي. هذه الدراسات يعني من الآن إلى قبل 25 سنة اكتشفوا بأنه الناتج المحلي الإجمالي لدول المركز المالي هي أكثر ب 120% من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا ودول اليورو والصين. طبعاً دول اليورو هي الدول اللي تتعامل، كل الدول اللي تتعامل باليورو. شنو يعني؟ أبينها، أبسطها أكثر. دول المركز المالي اللي هي الدول اللي تعتبر، الدول اللي نعتبرها دول المركز المالي، هي الدول اللي بيها أكثر عمليات التبادلات التجارية والاقتصادية والصناعية وجميع الخدمات المالية. يعني على سبيل المثال، إذا نريد نضرب أمثلة، لندن في المملكة المتحدة، لندن تعتبر واحدة من دول المركز المالي لأن تتواجد بها العديد من البنوك والشركات المالية الكبرى، وتوجد بها بورصة لندن المعروفة. بالولايات المتحدة نيويورك تعتبر نيويورك مركزا ماليا عالميا، لأن موجودة بها بورصة نيويورك، وموجودة بها الكثير من البنوك وشركات الاستثمار والمؤسسات المالية. باليابان موجودة طوكيو، طوكيو أيضا تعتبر من دول المركز المالي، لأن طوكيو تعتبر واحدة من أكبر المراكز المالية في آسيا طبعا، لأن تتواجد بها العديد من البنوك والشركات المالية والبورصة اليابانية المعروفة أيضا. بالصين عندنا هونغ كونغ، تعتبر أيضا واحدة من المراكز المالية الرئيسية، لأن تتمتع بنظام مالي قوي جدا ويوفر بنية تجارية واستثمارية متطورة. في ألمانيا فرانكفورت أيضا تعتبر من المراكز المالية، لأن تشتهر فرانكفورت بوجود البنك المركزي الأوروبي والبورصة الألمانية واللي يجعلها مركزا ماليا هاما في أوروبا. يعني إذا أريد أبسطها بعد أكثر، دول المركز المالي هي الدولة اللي بيها محافظة أو محافظتين، غالبا ما تكون محافظة طبعا وفق الدراسات. هذه المحافظة بيها الكثير من الاستثمارات المالية والاقتصادية، وتكون جاذبة للمستثمرين من الخارج، بيها الكثير من التبادلات المالية. شافوا هذه الدول الناتج المحلي الإجمالي مالتها، يعني شقد تنتج من سلع وخدمات، هي أكثر ب 120% من ما يتم إنتاجه من إجمالي الناتج المحلي في بريطانيا والدول، كل الدول اللي تتعامل باليورو والصين. تخيل أهمية المركز المالي. هتشي بحث من نقرأ كخبراء اقتصاديين وكأشخاص احنا متبحرين بالإدارة المالية، عندنا رئيس وزراء، مجموعة رؤساء وزراء متعثرين، دايخ شلون أنا أدير البلد، البلد متجه إلى ركود اقتصادي، البلد دي يصير به تضخم بسبب التعيينات، بسبب اعتماد مصادر محدودة للاقتصاد، احنا كيف نتعلم من هذه الدول؟ ما يجي الاقتصادي يروح يقول إلى رئيس الوزراء يا بروح افتح لك مجمع سكني، هذا يعتبر أمر اقتصادي جيد
ويقنع رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء مقتنع خطأ بأنه افتتاح مجمع سكني هذا ما يحدث في بعض الدول المتنامية اقتصاديا. مثلا رئيس وزراء يشوفه يفتتح مجمع سكني، هذا المجمع السكني ما حد يقدر يشتري به شقة فقط الغني، ويعتبر هذا فد إنجاز، بينما بالدول المتطورة عيب حتى محافظ هذه الدولة أن يروح يفتتح هكذا مجمع سكني. التركيز على المشاريع الاستراتيجية اللي هي تؤدي إلى تطوير اقتصاد الدولة، يعني احنا نقرأ هذا البحث كخبراء في الاقتصاد وخبراء في الإدارة المالية، نجي نقعد نقول يا رئيس الوزراء هذه الدول اللي بيها محافظات هي جاذبة إلى الاستثمار، جاذبة إلى التداول الاقتصادي، جاذبة إلى الأمور المالية اللي بيها الكثير من البنوك، هذا الأمر إيجابي، الناتج المحلي الإجمالي مالتها راح يزيد، لأن عندنا دراسة لمدة 25 سنة سواها البنك المركزي، وهذه الدراسة أثبتت بأنه الناتج المحلي الإجمالي مالتها أكثر ب 120%. راح يسألك رئيس الوزراء، طيب أنت كخبير اقتصادي أو خبير مالي قلت لي هاي المعلومة شلون أنفذها؟ مثلا نريد ننفذها ببلد يعتبر من البلدان المتعثرة اقتصاديا مثل العراق، شلون ننفذها؟ ننفذها مثلا بطريق الحرير، بتطوير الميناء. طريق الحرير راح يضمن لنا الكثير من الشركات الاستثمارية والكثير من المرافق التجارية والكثير من الصناعات راح يتم إنشاءها بهذا المكان، وهنا راح يزيد عملية التبادلات التجارية والاقتصادية والتبادلات المالية، وصار عندنا إحنا تأكد وتأكيد بدراسة ل 25 سنة بأنه إذا عندنا محافظة أو عندنا مكان يعتبر مركز مالي هذا راح يكون الناتج المحلي الإجمالي مالته متنوع وكبير جدا. إذا هذا حالة صحية للبلد، المفروض احنا نسعى إلى تطويره، ما نسعى إنه نروح نفتح مجمع سكني ما حد يقدر يشتري به شقة فقط الشخص الغني في هذا البلد. هكذا نقرأ هذا الأمر، هذه ناحية أريد أبين. الآن بعد ما عرفنا إنه أهمية المركز المالي وأهمية إنه يكون عندك مركز مالي بالدولة، خلينا نجي نعرف إنه الدولة شلون تصرف، منين تجيب الفلوس، منين الإيرادات، النفقات مالتها، كل هذه التفاصيل. والموضوع المهم بالحلقة اللي هو الدين القومي، الدولة هل حالة صحية إنه تداين فلوس وتنفقها؟ خلينا ناخذ أمثلة على سبيل المثال. الآن اليابان بآخر دراسات من صندوق النقد الدولي، اليابان الآن مطلوبة على الناتج المحلي الإجمالي أو نسبة الدين مالتها من الناتج المحلي الإجمالي هو 260%. أبسطها أكثر، يعني كل مواطن ياباني مطلوب بمقدار أنه لازم يشتغل 2 سنين و6 أشهر حتى يقدر يسدد الدين اللي موجود عليه. طبعاً اعتيادي، انهارت اليابان ودمرت مثل ما شفنا لأن عليها دين، والشعب الياباني كله متبهذل وقاعد يشتغل من الصبح لليل ومن الليل للصبح حتى يسد الدين. تعال وين رايح؟ بالعكس اليابان بهذا الدين، هي إذا نلاحظ اليابان متطورة جدا وبلد منظم جدا، والدين في اليابان يعتبر حالة صحية. بس انتبه لي، تابع الحلقة للنهاية وراح راويك وبين لك شلون الدين يعتبر حالة صحية، لكن بحالات وكيفية إدارة هذا الدين طبعا، ومنين تأخذ هذا الدين. يعني أنا بينت ببداية الحلقة أكو دين داخلي وأكو دين خارجي، وعملية إدارة الدين كيف نسوي. خلينا نأخذ أيضا دولة عظمى أخرى، دولة متطورة أخرى، نأخذ على سبيل المثال الولايات المتحدة. الولايات المتحدة أيضا نسبة الدين، سقف الدين مالتها عالي جدا، وبالحكومة الحالية الآن حكومة بايدن، من إجا بايدن فاز بالانتخابات، طلب من مجلس من الكونغرس اللي هو مجلس النواب والشيوخ أنه يزيدون نسبة الدين، سقف الدين، يعني الدول المتقدمة عندها سقف للدين، سقف خاص للدين، أكو سقف معين للدين ما تقدر تجتازه. بعض الدول اللي محترمة اقتصادها ومحترمة نفسها ما تشتغل واحد، لا مخليت لها سقف للدين، هذا الدين اللي احنا ما نقدر نتجاوزه. من جو بايدن حاول انه هذا السقف انه يتجاوز نسبة الدين اللي موجودة، ياخذها زائدا يضيف عليها 5 تريليون دولار امريكي، وطرح هذا الامر
الكونغرس، وطبعا صار تداول على هذا الأمر. طبعا رئيس البرلمان الأمريكي اللي هو مكارثي اللي هو من الحزب الجمهوري يحاول انه بالعكس يحد بايدن انه ما يخليه يرفع سقف الدين، لكن اكيد التصويت اللي فاز به هو بايدن، لان هو فاز به لان بايدن ينتمي الى الحزب الديمقراطي وليس الحزب الجمهوري، بالتالي كان التصويت على زيادة نسبة الدين او سقف الدين حتى يضخه للشعب، هذا كان امر جدا مهم بالنسبة له، والتصويت كان بالنسبة له امر جدا سهل لأن هو كون الأغلبية، والأغلبية بالكونغرس هو من الحزب اللي هو منتمي إليه. شوف طبعا بنفس الوقت لازم ناخذ بنظر الاعتبار عملية سقف الدين تعتبر عملية يعني فيك غير صحيحة في الكثير من الحالات، يعني الاقتصاديين يعتبروها هذه يعني مهزلة اقتصادية، لأن يعني مثلا ناخذ بنظر الاعتبار الدنمارك، الدنمارك سقف الدين مالتها يعني مالتها هو أكثر بثلاث مرات من الدين اللي هي مدينتها، يعني تقدر تداين قد ما تريد، ودائما رؤساء الدول والحكومات تقدر تغير هذا السقف، يعني مثلا ما شفنا احنا بايدن أول ما استلم الولاية على هذا السقف بموافقة الكونغرس وفق احتياجات الاقتصادية للدولة، إذن سقف الدين يتلاعبون به. طبعا عملية الدين هذه جدا مهمة للدول العظمى والدول الكبيرة، لأن أكو نظريتين بالاقتصاد، أكو نظرية قديمة بالاقتصاد تسمى نظرية اليد الخفية، هذه النظرية طبعا كان هو مؤسس هذه النظرية أب يعتبر أب الاقتصاد هو آدم سميث. آدم سميث يعتبر أنه الدولة تتدخل بالعمليات الاقتصادية وتضخ أموال هذا أمر سلبي، ولذلك بما أنه هذه النظرية نظرية تعتبر نظرية عبقرية آنذاك، كل الدول أمريكا والكثير من الدول المتطورة اعتمدت على هذه النظرية. شنو أدت هذه النظرية بالقرن الثامن عشر والتاسع عشر؟ تدهور الاقتصاد وركود الاقتصاد. بعدين ظهر الخبير الاقتصادي البارز جدا جون كينز اللي هو نظريته تختلف اختلافا كليا عن نظرية آدم سميث، قال إنه الدولة لازم تتدخل وتضخ أموال كثيرة، هذه الأموال تساهم بعملية النمو الاقتصادي والتطور الاقتصادي وتحريك الركود الاقتصادي للدولة، لكن حتى ما تواجه الدولة التضخم لازم تعرف كيف تضخ هذه الأمور. انتبه، عملية الاقتراض الآن وفق التجربة من نفذنا النظرية مال آدم سميث، الدول صارت بيها أزمات اقتصادية، تحرك الاقتصاد الدولة لازم تضخ أموال حتى يتحرك الاقتصاد، البطالة يتعينون، الصناعات يتم استثمارها، الزراعة إلى آخره، كل ميادين الحياة تنتعش من الدولة تضخ فلوس. طيب منين الدولة تجيب فلوس؟ منين تقترض؟ الاقتراض الداخلي هو شيء إيجابي إذا كان هذا الاقتراض الدولة تصبها بمشاريع، هذه المشاريع تعود عائد إيجابي إلى الدولة، يعني راح تجي من عندها إيرادات أو على أقل تقدير من خلال الفائدة اللي راح تجنيها من هذه المبالغ. يعني بمعنى الدولة تقدر تقترض الأموال، الدولة طبعا هي تقدر تطبع الأموال عن طريق البنك المركزي، البنك المركزي هو اللي يطبع الأموال، الدولة بصورة نظرية الحكومة ما تتدخل بعمل البنك المركزي، لكن الحيلة اللي دائما يقومون بها الدول وخاصة الدول العظمى احنا بدنا نتكلم، شو يسوون؟ يجون إلى البنك المركزي يقولون احنا راح نطرح أسهم بفائدة معينة، انت اشتري من عندنا هذه الأسهم اللي احنا راح نطرحها لك بفائدة معينة، بالتالي من راح يشتري البنك المركزي من عندهم هذه الأسهم راح يضطر هو شو يسوي؟ يطبع فلوس حتى يشتري، يوفر سيولة نقدية يشتري هذه السندات اللي طرحتها الحكومة، بالتالي بفوائد معينة بفوائد قليلة دائما تكون، وهذه بهذه الطريقة الدولة تحايلت على البنك المركزي بعملية طباعة النقود، أو هي تحكمت بالبنك المركزي بطريقة قانونية، يا به هو ما طبع لنا فلوس وطانه، هو اشترى من عندنا سندات بفائدة، بالتالي توفرت عندنا سيولة نقدية ضخيناها للسوق للعمليات التجارية والاقتصادية حتى نستفاد من عدها. إذن الأمر المهم اللي أريد أبينه هنا، يعني عملية اقتراض الدولة إنه الدولة تداين هذا أمر جدا صحي، إذا عرفت الدولة شلون تأخذ هذا الدين وتضخه إلى الدولة
بعمل والضخة على المجتمع بعمل مشاريع وبنى تحتية واستثمار هذه المبالغ بطريقة تؤدي إلى إيرادات إلى الدولة عن طريق الفائدة وعن طريق الاستثمار والطرق المتعددة المالية طبعا. هذا أمر يعتبر إيجابي، لكن أمر جدا مهم، عملية الاقتراض يجب أن تكون داخلية وليست خارجية. كل الدول العظمى أمريكا والدول الكبيرة تقترض من الداخل، ولذلك مثلا اليابان من تقترض وألمانيا من تقترض من الداخل تقدر تحل هذه الأزمة، أزمة الاقتراض، لأن تقدر هي السد وتتعامل مع البنك المركزي، لأن بالأول وبالآخر بصورة نظرية هو البنك المركزي سلطة مستقلة، لكن أثبتت التعاملات المالية على مر التاريخ على الدراسات اللي صارت من 50 سنة إلى الآن من قبل صندوق النقد الدولي نفسه يأكد بأنه البنك المركزي هو نظريا سلطة تابعة أو مستقلة، لكن هي الدولة تقدر تتحكم به، وكل الدول المتطورة اقتصاديا تتحكم به بطريقة مباشرة وليس بطريقة غير مباشرة، لأن عندها سياسات مالية، إدارة مالية صحيحة، تعرف شلون تتعامل ويا البنك المركزي ومن تداين من عنده وتقترض الفلوس هذا منها وعليها، تعرف تتعامل وياه، يعني ما راح البنك المركزي يخلي دولته أو الحكومة تستفلس أو الأشخاص يستفلسون. بينما أنت القرض الخارجي هو هنا البلاء المبين، وهو هنا الثغرة اللي كل الدول على مر التاريخ، كل الدول على مر التاريخ اللي اتبعت سياسات البنك الدولي أو اقترضت من عنده استفلست، لأن أنت قاعد تقترض بالدينار بالدولار ولازم تسد بالدولار، والدولار ناخذ بنظر الاعتبار الدولار الأمريكي ما حد يقدر يطبعه إلا أمريكا، يعني البنك الدولي الأمريكي اللي هو يحدد سعر الدولار وهو اللي يطبعه، بالتالي أنت راح تسدد مو بعملة دولتك وإنما تسدد بعملة دولة أخرى. بالتالي باختصار اللي أريد أوصله من هذه الحلقة، عملية الإدارة المالية جدا مهمة، عملية الدين هو ليس عملية سلبية، الدين الداخلي طبعا أقصد في حالة أنه عرفت أنه شلون تداين وكيف تصرف المبالغ اللي تداينها، والدروس الاقتصادية الأخيرة خبراء الاقتصاديين كلهم يأكدون بأنه عملية تدخل الدولة بضخ أموال هذا أمر إيجابي حتى لو كان عن طريق الاقتراض، لكن أؤكد في حالة كانت الإدارة المالية صحيحة. أتمنى أن تكون هذه الحلقة مفيدة، اشترك بالقناة، فعل الجرس، اضغط لايك، شكرا جزيلا لروعة المتابعة.